في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: سمعت من أحدى صديقاتي عند المرور على القبور بأنه مستحب أن نقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم فيرفع عنهم العذاب، وعلى قدر عددهم يغفر الله لهم الذنوب. تقول السائلة: سمعت من إحدى صديقاتي بأنه عند المرور على القبور أنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم 16 مرة نعم فيرفع عنه أن يقرأ نعم أن يقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم فيرفع عنهم العذاب، وعلى قدر عددهم يغفر الله لهم. كل هذا باطل، لا أصل، هذا باطل، ليس له أصل، بدعة الظاهرة ليس له أصل، ولكن إذا سلم عليهم، إذا مر عليهم سلموا عليهم، السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نرحم الله مستقلمين منا ومستقيم، يعني الرجل. أما المرأة لا تزور القبور، لكن الرجل إذا مر عليه يسلم. أما قراءة قل هو الله أحد أو آية الكرسي